ايوا اخوتي، السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان الفيديو ديالنا يعجبكم. اليوم مرحبا بكم معنا في فلوق جديد ان شاء الله. اليوم غنشوف واحد الناس معنا بزاف كتواجد في الشارع مع هذا المغرب، هذه المنطقة معروفة بالقبيحة ديالها كما كتشوفوا وخلابة كيف ما قال السي ريان. هذه المنطقة هذه هي أبشور. أبشور مدينة صغيرة، واحد الإقليم زوين، إقليم شفشاون، كتسخر بالطبيعة كما كتشوفوا، مناظر زوينة. المهم حنا دابا في الطريق ديال أبشور، طبيعة والكالم والهدوء، إن شاء الله غادي يعجبكم داكشي زوين. المهم أنا نخليكم مع واحد دقيقة ديال السينيماتيك، نتمنى أنها تعجبكم. كما كتشوفوا سخنات لي الطوموبيل، مي كومان بعدا مزيان الحمد لله، بعدا كاين الحرارة بزاف، داكشي علاش حاولت ما أمكن أنني نخلي الطوموبيل تبرد شوية ونوريكم هاد المناظر هادي. صاحبي بخير؟ لاباس عليك؟ يلاه خليكم نتلاقاو. كتلاحظوا الان حنا في طريق ان شاء الله الاقشور، وكتشوفوا الطريق شويه صعيبه، مي الا مشيتي بشويه في الطريق ما تخاف والو، مشيت بشويه واحترم هاد العلامات ديال التشوار، ومشيت كيما كتشوفوا راه كاين الفيراجات شويه صعاب، مي المهم بنادم اللي قلت الطوموبيل ديالو يسوق بشويه راه يوصل ان شاء الله بخير. الفراري يكون عندك مزيان، الموطور يكون مزيان، المسائل طبعا ما كتكونش كتكون مزيان. السلام عليكم، مرحبا بكم. حنا وصلنا الحمد لله دابا بخير وعلى خير، وصلنا الاقشور. كيجاك هادشي قريب؟ ناضي عشاء ورا مرور. هذا شي زوين تبارك الله. المهم هذه الدخله ديال الاقشور، كنتمو جايين من هنا الدخله ديال الاقشور محافظه، ان شاء الله غنتمو غادي في الطراجي، غندير واحد السيركوي زوين وغادي نوريكم الشلالات، مناظر زوينه ما تبارك الله. اه ما دير الدخله الخوت، داكشي زوين تبارك الله، اللهم بارك. اخوتي حنا غاديين دابا منظر زوين، منظر زوين، ان شاء الله هذا القسم وصل ان شاء الله الفوق. ما بارده طوم خوت، حنا دابا غادي نديرو واحد الطراجي زوين، وغادي نمشي واحد البلاصه سميتها قنطرة ربي، واللي جانا ضروري ما يدوز عند اللاعب، احسن طراجي في اقشور. عند خوت الدراري ديالنا كلهم هذا، الشله الاول الدراري احسن احسن طاجين. كل عام كيجي والديك. يرحم والديك. الله يا اخي كل عام ادير الله عام راس العام. الله يحفظك ليا بارك الله. سولوا هو، سولوا هو ويعاود لكم. سبحان الله العظيم جيت عنده دابا ويقول لي يا قول قول. يا والله يا اخي الا جيت في البال ديالي. جيت في البال ديالو قال لي جيتي في البال ديالي الصباح. راه الجو هذا صح داير سبحان الله العظيم، ما كان تفكر في واحد كيجي سبحان الله. الشريف ديال الاقشور هذا. المهم ما طويزناش. كاين والله الا احسن طاجين كنجي او احسن طاجين في حياتي كنشرب كل عام، هو كناكل هو كنضرب كازا حتى هنا باش ناكل الطاجين. والله الا كنجي هذا الا كيتنصف اثمنه مناسبه وكليسانه زوينه. الله الخوات الله الخوات، نخليكم دابا تهلاو في ريوسكم. مرحبا خويا، لا حفظي. المهم احنا غادي ندير يلا راي. يا سلام، لاحظوا معايا الخوت، لاحظوا اللهم بارك. شوفوا المواكي خوش. حنا قربنا دابا صراحة الدنيا زوين، شكون اللي جاب العرق؟ عرق شديت اللون مزيان. لاحظوا معايا المناظر الخلابة، هو بزاف الناس كيمشيو ل كيجيو كيمشيو للبلاصة ديال حفاظتي، يقول لها شلال
هي احسن حاجه هي الطريق التراجي زوين زوين ما فيش العقابي وسهل وزوين وفيه مناظر زوين الاخر كضرب طريق بزاف ولكن ما كتلقى ملي كتطلع الشلال كتلقى الشلال واخا هكاك ما فيش شي منظر لي زوين هنا غادي كتمنظر غادي كتبرد دابا حنا غندخلوا فواحد السيركوي ديال الماء غنبقاو غادي فواحد السيركوي ديال الماء تما كنا غاديين في التراب وطلع هبط دابا صنع واحد البلاصه انا كنت كتمشي مي فلم وكيما بغيت نقول لك واللي مهم بزاف اخوش هو اللي جيتي هنايا دابا جيب معاك سبادري واحسن حاجه تجيب معاك شي سبادريه بحال هاد السيل هادي ها هي صبر ديلها مزيانه تتصبر الماء وما تتزلقش نتمنى من الله ندوزو السيركوي مزيان وخوت الان بدا السيركوي ديال الماء صبر لي لا صافي توادعات ما نسو فيه سير اخويا سير بسم الله نشوف اخويا شنو غادي ندوزو غادي نمشيو من هنا نطلعو في التراجي باش نمشيو واحد البلاصة كنموت فين كنمشيو من هنا ونحاول ما امكننا باش ما يطيحش التيليفون سيبو لي غاشد مزيان هكدا وانا غادي ندوزو بسم الله نمشيو فوق نمشيو دابا نمشيو تما هاد البلاصة شوية صعيبة ما نقدر في البلاصة كتزلق شوية السلام عليكم بخير صحة وراحة سير اشمن فين اشمن ضربوا لي الاخوان ودار لقيت الزلقة مزيان شتي كاع عامر بغيت شوف شوف تمعن تمعن سيدي بلا وقع فيه خويا اللهم لا مني كنت قال لك بدهم تعافيش تعافيش خويا ادعى المهم تعرف كيفاش تجيبها هنا تشاف خويا الله يلا مناظر وين ايوا واش جاي شنو كتضربوا في حياتك اقسم بالله يا رادي هو في هاد البلاصه في اقشو طواجن شي طبيعي 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 اللهم بارك خويا صح الله الله يحفظك اسي طحشي من هنايا اسي طحشي من هنا صلاه الجنه نسي على رسول الله يرحمه مسكين كان دريب شوف دابا ما غدوش يعني الكبدة شوفوا لي عشان تحشي من هنا أنا عندي بدأ بسم الله هي 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 أوب 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 هاي دي زعوات هلا خوت وصلنا لحد بلاصة كنت جبنا منظر هائل هنا منظر خلاب بالخوت الحمد لله وصلنا بخير وعلى خير مازال كاين بزاف قد ما كتوغل قد ما كتكتشف والله زوين هاد البلاصه كتعجبني انا بزاف فهمتيني نورمال حنا كنا كنجيو في الصباح كتكون شويه عامه ان شاء الله واو 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 بزاف
طايله بزاف. واو عجل عجل تبارك هذا طايله. والله اللي بغيت نشرب بس هذه الماء كتعوم كتشرب. لا تنساوش تابوناو معنا في القناة ودعمونا وان شاء الله ديما كاينين فيديوهات زوينين عائليين كلشي يتفرج معنا وخوش خوات.